هات لي يا سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اجتماعنا رقم 182 الموافق 18 إبريل عام 2016. نادينا هو نادي غرفة الشرقية توست ماستر، تأسس في يوليو عام 2009. أكثر من 15 ألف نادي، هي الأندية العالمية موجودة في 135 دولة. ومنظمة التوست ماستر العالمية هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تنمية مهارات التواصل والقيادة من خلال مشاريع يقوم العضو بتنفيذها، وهي عبارة عن إلقاء خطط أمام أعضاء النادي أو أداء مهام قيادية تدعم وصول النادي إلى أهدافه، ومن ثم تساعدنا على تطوير مهاراتنا في بيئة إيجابية ومرحة ومحفزة. يهدف كل مشروع إلى تعريف العضو بمهارة جديدة وتحفيزه لتطبيقها فيما يليه من مشاريع. المشاريع في مساري القيادة والتواصل مفصلة، وهي تكون بإجراءات صغيرة وسهلة التطبيق وتراعي عدم التفرق للأعضاء. القيم الأساسية لمنظمة التوست ماستر العالمية: المصداقية، الالتزام بالتميز، خدمة الأعضاء، احترام الفرد. هذه القيم الأساسية لمنظمة التوست ماستر العالمية هي بمثابة المحفز اليومي لكل توست ماستر في جميع أنحاء العالم، وهي تليق بهذه المنظمة العظيمة. رؤية منظمة التوست ماستر العالمية: تمكين الأفراد أينما كان في العالم من تحقيق أحلامهم واكتشاف كامل إمكانياتهم وقدراتهم، حيث يمتلك كل عضو فيها الفرصة لتنمية مهارات الاتصال ومهارات القيادة، والتي تقوم بدورها بالاهتمام ببناء الثقة في النفس والقدرة على التغيير. للنادي مهمة، ترتكز مهمة أندية التوست ماستر على توفير بيئة تعليمية إيجابية ومساعدة الأعضاء على التعلم والمشاركة، حيث تتوفر الفرصة لكل عضو من أعضاء النادي لتطوير مهارات التواصل والمهارات القيادية، مما يؤدي بالتالي لرفع درجة الثقة بالنفس. أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم جميعا المتعة في هذا الاجتماع، وأنقل الميكروفون إلى رئيس النادي بالنيابة توست ماستر أسامة الرفاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا. اجتماعنا 182 لنادي غرفة الشرقية توست ماستر، حيث يصنع القادة ونسقل مهاراتنا هنا جميعا. بداية أود أن أتعرف على ضيوفنا الجدد أو من ذكرت دراسته لنا في اجتماعاتنا الماضية. نبدأ. اسمك تفضل. مدحت الحال، تعرفت على نادي توست ماستر عن طريق الفراس. هذه يمكن هاي زيارة رابعة، حابين نشارككم إن شاء الله. إن شاء الله نشوف بعض قريبا إن شاء الله. خلينا نقول يميني ولا عبد العزيز العسوم. عرفت النادي من جامعة الدمام، كنت طالب سابقا. عبد الله الدويش عن طريق جامعة الدمام. علي أسري عن طريق الأحسان. علي العسيري. حياك الله. بدر الخيم ثاني زيارة. حياك الله. بدر الطالب أول زيارة لي.
ما شاء الله. عن طريق شخص هناك ولا عن طريق الحساب؟ لا لا عن طريق. أخوكم عبد الله عباس الشمري، تعرفت على النادي من خلال إحدى الإذاعات الراديو، هذه الزيارة الثانية. ماجد أمير، تعرفت على النادي معرض ظهران بالمنطقة حق مشاريع السنة. هذه زيارتك الأولى؟ إي نعم. الشاب الأمير، خذ زيارة الأولى. إي كمان الشاب. أي مكان واحد. عبد الله حاجي، تعرفت على النادي عن طريق جامعة البترول، عن طريق الشباب اللي يدرسون جامعة البترول. حياك الله. أخوكم عبد الناصر، تعرفت زيارة الدورة طبعا، تعرفت على النادي من خلال حياك الله. أحمد الشهري، ثاني زيارة لي، تعرفت على النادي عن طريق الراديو. حياكم الله جميعا ضيوفا وأعضاء هذا الاجتماع، نأمل ممن لهم هذه الزيارة الأولى أن تأخذ انطباع جميل عن تأليف التونس ماستر وتكرر زيارتكم في المرات القادمة، وكما نأمل أن نرى بعضكم أعضاء معنا في هذا النادي. أود أن ننبه إلى نقطة، أن آخر الأسبوع هذا سوف يكون مدار الخميس والجمعة والسبت اجتماع القطاع 79 في فندق الشيراتون، ومن شاء الله تذاكر ومن تمكن من شاء الله تذاكر أود أن لا يفوت فرصة عليه ويحضر الاجتماع كي ندعم أبطال القسم المتأهلين ونذكر منهم الفائز على المستوى الفائز بالمركز الأول وعضو النادي توستماستر عمرو يحيى الذي سوف يمثل النادي إن شاء الله في مسابقة خطبة مكاهية بإذن الله، خطبة جالية عفوا بإذن الله تعالى. سوف أترك المسرح للعريف، ولكن قبل أن أترك المسرح هل من اقتراح أو أي إضافة يريد أن يضيفها العضو من أعضاء النادي؟ أتمنى من الزوار والأعضاء أن يسمعون صوتهم وأسماءهم بصوت عالي، أنا لم أسمع بحكم عمري فأرجو المساعدة أن يسمعوني. شباب لازم شباب يا شكرا. إذن فنترككم الليلة مع اجتماعنا الباهر مع عريف متميز إن شاء الله بسم الله عبد المنعم الهوسة، سوف يمتعنا وهو خطباء هذه الليلة وأيضا فريق التقييم الذي يقودهم المقيم العام للأهل المدني. فأترككم مع هذه الجلسة التعليمية التي سوف تبدأ الآن مع التصميم القدير عبد المنعم الهوسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا هي الابتسامة، تعمدت أن أطيل قليلا كي أنقل العدوى لكم، وإن صح التعبير لبعضكم، فالبعض قد يكون مشدودا بحكم اللقاء أو بحكم بداية اللقاء، ولكن الابتسامة بطبيعة حالها تنقل العدوى، أحيانا قد تنقل العدوى لعدوك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، التسمستر الأعضاء، الضيوف الأكارم، الجميع أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. في أي جانب من جوانب الحياة الابتسامة تؤثر لها تأثير كبير، سواء في الجانب الإيماني، الجانب العلمي، المهني، الاجتماعي، الأسري، وفي رواية أخرى الأسري لغة، وأي جانب آخر الابتسامة تزيد من رصيد. ولهذا كان هذا العنوان الذي اخترته بكل تواضع، زد رصيدك بابتسامة. في الجانب الإيماني يكفينا الحديث النبوي الشريف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدق. إذن الابتسامة تزيد رصيدك في الحسنات، تزيد رصيدك حتى روحيا وداخليا. فكم من شخص مبتسم نجده داخليا مرتاح ومنشرح. احيانا حتى الابتسامه عندما تكون من شخص متالم داخليا، لكن الابتسامه الخارجيه تريحه قليلا او تخفف من العبء
الظاهر. لا أريد أن أطيل عليكم، الحديث عن أسامة سيطول ونتخوله أثناء اللقاء. قبل أن نبدأ ببرنامجنا التعليمي، أحب أن أعرفكم بالفريق المميز الذي سيشاركني حمل هذا الاجتماع ويقودهم الأستاذ مستر القدير نائب المدني، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تكون مسيرتنا لهذا اليوم سعيدة وناجحة إلا بابتسامتكم، فأرجو من الجميع الابتسام. دوري كمقيم عام هو دور قيادي لجميع من سيشارك معي في هذا الدور، فالتقييم هو أداة لتصحيح وتقييم بنقد بناء لكل من سيقف على خشبة هذا المسرح. فالواجب علي أنا وفريق العمل الرائع أن نقدم تقييمنا بشكل صحيح ودقيق وبشكل إيجابي يساعد الفرد على تحسين أدائه فيحافظ على مواطن القوة ويصحح من مواطن الضعف. فلا يتم اجتماعنا إلا بإدارة الاجتماع بشكل فعال، فهنالك ضابط للوقت. فرحبوا معي بضابط الوقت لهذا اليوم الميقاتي توستماستر عدنان خميس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ريثما ينطلق فرساننا لهذه الأمسية في أداء أدوارهم تلخص دور الميقاتي في احتساب الأوقات للخطباء والمقيمين على حد سواء، احتساب الحد الأدنى ومنتصف الوقت كذلك الحد الأعلى. وسأتولى إرسال إشارات تنبيهية للزملاء برفع الإشارات الحمراء عند الخضراء عند الحد الأدنى، والإشارة الصفراء عند منتصف الوقت المسموح به، كذلك عند الحد الأعلى سيتم الإشارة إلى البطاقة الحمراء، وذلك على النحو الآتي. للخطب المعدة الحد الأدنى من 5 إلى 7 دقائق، الارتجالية الحد الأدنى دقيقة والأعلى دقيقتين، مقيم الخطب المعدة الحد الأدنى دقيقتين والأعلى 3، مقيم الخطب الارتجالية 0.5 دقيقة لكل متابع. ختاما، هناك فترة سماحية قبل الحد الأدنى ب0.5 دقيقة وبعيد الحد الأعلى ب0.5 دقيقة لكل المشاركين، وإليك عزيزي. والآن مع مهندس الكلمة، مصحح اللغة، من أمتعنا قبل أن نتعرف عليه بوضع الكلمة مع تعابير وألوان جذابة جعلنا فقط ننظر إليها في جنبات هذا الاجتماع ونبتسم. رحبوا معي بالتوست ماستر سامر بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري اليوم إن شاء الله راح يكون مدقق لغوي. إن شاء الله راح يحصل الاستخدامات البلاغية للغة العربية والأخطاء اللغوية. وأرجو المرحلة يعني أحصيها بهذا الشيء مع شاء الله من خطباء المعدين والاعتجاليين. وأنا حطيت باللوحة 3 وجوه ل3 خطباء إن شاء الله حيكونوا مبتسمين عنا على هذا المسرح إلى الغرب. وراح أحصي أعداد الكلم اللي اخترتها اللي هي الابتسامة، وسجل أكثر واحد استخدم الكلمة إن شاء الله. بالنسبة لكلمة إن شاء الله اليوم الابتسامة،
ابتسام اسم، مصدر ابتسم أو ابتسام، انفراد مسارية عن ضحكة خفيفة. ابتسام بشاشة، بشاشة ضحكة خفيفة بلا صوت. ابتسامة الخطاب أي تعبير عن المراوغة وإخفاء المكر. والابتسامة كالوجوه أسرع طريق إلى القلوب وأقرب باب إلى النفوس، وهي من الخصال المتفق على استحسانها وامتداح صاحبها. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ابتسامة وطلاقة وجهه وطلاقة وجهه. قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر ابتسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية سوف أعقب عن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأنبه لعدم اتباع قول المتنبي حينما قال: ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام. يعني أي لما أصبح الناس سيئين أو معاملتهم سيئة أصبح لا يبتسم إلا لمن ابتسم له. لكن كن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة مهما كان وخلقه أو معاملته له. إذا تعرف اسمه الابتسام الأول. رحبوا معي بالتوست ماستر مهند المدلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري في هذه الليلة عدد ثلاث فئات، بمعنى أحصي على خشبة هذا المسرح. كل شخص يقف على خشبة هذا المسرح أحصي له وأسجل له الكلمات والأصوات التي يتكلم بها. قد يستخدم بعض الكلمات للخروج من الحرج أو لملء أوقات الفراغ. بعض الكلمات مثل يعني، طيب أو غيرها من الكلمات. وبعض الأصوات مثل نحنها أو خلافه. يستخدم هذه الكلمات للخروج من الحرج. أيضا لو تكررت كلمة معينة واستخدمها المتحدث بتكرار كثير سوف أحصي هذا. ولكن أتمنى في نهاية هذا اللقاء لا أحصي أي كلمة لأي أحد. بالإضافة إلى أني سأحصي كل شخص يقف على هذا المسرح ابتسامته سأسجلها له باعتبار كلمة جميلة إن شاء الله. إليك مقيمة. نقول للجميع أن نوقف على خشبة هذا المسرح من طريق التقييم أو التقويم، فدورهم مهم كما شرحوا وأصبح جليا للجميع. فعودة إليك علي الاستماع. الابتسامة مفتاح القلوب. يدخل الرجل إلى منزله بابتسامة، ويدخل رجل آخر إلى منزله بلا ابتسامة. بديهيا سيكون هناك فرق. نعم هناك فرق، سواء كنت أب أو أخ أو ابن، ابتسامتك لمن تقابله في المنزل ستزيد رصيدك في قلوبه، ستزيد رصيدك في أرواحه. فابتسم وبارك الله فيك. وقبل أن نبدأ برنامجنا التعليمي أعلن لكم عن فتوى: الابتسامة مباحة. حتى الآن لم نكتشف قول يخالف هذا الأمر. الابتسامة جزاكم الله خير. أشكر تسمستر نايف الميدني وفريقه الذين سيتابعونا في التقويم والتقييم لهذا الاجتماع. الآن نبدأ مع خطيبنا الأول والذي سيقيمه خطيب مفوه مستر قدير. أمر بعينكم. سيقيمه مستر قدير
أبو كوثر التسمستر مصطفى العمراني فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أقيم إن شاء الله الأخ محمد الشعوان أبو إياد، طبعا رزق بإياد تقريبا قبل كم شهر. تخرج من جامعة الملك سعود والآن موظف أو تخرج من كلية الصيدلة، من كلية الصيدلة من جامعة الملك سعود، موظف الآن في هيئة الغذاء والدواء، بالإضافة أنه عضو في نادي التسماس لغرفة الشرقية، أيضا عضو في نادي الواحة باللغة الإنجليزية، أنهى مشروعه الخامس في نادي الواحة، والآن مشروعه لهذه الليلة المشروع الثالث. هدف المشروع هو تحديد الهدف، هو اختيار موضوع معين وتحديد هدفه العام الخاص، بالإضافة إلى تنظيم الخطة بالطريقة المناسبة التي تحقق هذين الهدفين. وكونه صيدلي ستكون عنوان خطبته صحة وعافية، ستكون الخطبة من 5 إلى 7 دقائق. بالتوفيق إن شاء الله. إذا نقدم لكم المشروع الثالث الذي يقدمه التسمستر محمد الشعوان، صحة وعافية. رحبوا بالتسمستر محمد الشعوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما كنت صغيرا أردت أن أعرف ما هي الطريق إلى الصحة، ما هي الطريق إلى العافية. وعندما نشفى من المرض نبتسم ابتسامة تزيد مناعتنا قوة وتزيدنا معانا وتزيدنا عافية. لكل داء دواء، والوقاية خير من العلاج، والنظافة من الإيمان. فعندما بدأت مشواري في التعليم كنت أبحث عن الإجابة دائما عن طريق الكتب والمجلات والجرائد والصحف، فلم أكتفي ذاك القدر، فردت أن أكتشف عن الأسباب، أسباب البحث عن العلاج، أسباب بحث عن كل طريقة تؤدي إلى ابتسامة ذلك المواطن وخدمة المجتمع. في يوم من الأيام كلية الصيدلة جامعة الملك سعود في الرياض ذهبنا إلى المعمل وأردنا أن نفحص عن وجود الجراثيم في العينات التي موجودة لدينا في المنطقة. عندما وضعنا أجزاء من الشعر على قطعة من الأجار التي توضع فيها العينات وخزناها في الفرن، وجدنا أن بعد فترة دقائق وجدنا مجموعة من الجراثيم. وجدنا مجموعة من الجراثيم وكانت تختلف من شخص إلى آخر. فاكتشفت أن وجود تلك الجراثيم سبب لحدوث الأمراض. لكي أتفادى تلك الأمراض يجب أن أحافظ على النظافة، لأن النظافة بالإيمان. فبدأت أبحث عن كل السبل لكي لا أمرض بتاتا، فأصبحت أتابع نظافتي شيئا فشيئا بعد الصلاة وفي البيت وفي كل مكان حسب ذلك. ففي يوم من الأيام عندما مرض أحد أقاربي بحثت عن علاج ذاك الكتب التي تعلمت فيها، فوجدت علاجا وكان العسل. فعندما تعالج بالعسل تشافت من المرض تماما، ولم يكن شيئاً مماثلاً مثل تلك الابتسامة ذلك اليوم. فكانت فرحة وبشوشة بعد شفائها من المرض. بعدها كلفت بمهمة موسم الحج في المدينة المنورة، وذهبت لكي أبحث عن أسباب حدوث الأمراض. فشربت قطعتين من الغذاء، خبز عضوي طازج وخبز بإضافات، ووضعتها في المطبخ. فعندما وضعتها في المطبخ وذهبت إلى الصلاة
تركتها بضعة أيام. وعندما عدت إلى المنزل بعد العمل، وجدت أن القطعة العضوية تعفن، والقطعة التي بها إضافات لم تتعفن. فذلك يدل على أنه يوجد سبب لذلك التغير بينهم، وذلك الاختلاف بينهم. فعندما بحثت أكثر وأكثر، وجدت أن عندما نختار طعام يجب أن نختار بعناية ما نختار، لأن اختيارنا للأكل يحدد لنا مجال صحتنا، ويجب أن نتطرق عليه بشكل جدا دقيق لكي نصل إلى أفضل الإجابات، لكي نتمتع بالصحة والعافية. في يوم من الأيام رئيس التنفيذي من هيئة العامة للغذاء والدواء طرد تغريدة وقال إنه خطأ فادح أن تضعون الأدوية في الثلاجة. فأردت أن أبحث عن السبب. أعلم أنه يجب أن يخزن في درجة حرارة معينة بين 15 و 25، ولكن لماذا لا يخزن في الثلاجة؟ لأنه نفس الدرجة داخل الثلاجة. فوضعت الدواء داخل الثلاجة ووجدت أن هناك تغيرات أخرى في درجة الحرارة، ووجدت أن هناك رطوبة على العلبة، هناك قطرات ماء على العلبة، وقطرات الماء تلك تسبب في تفكيك الدواء، وإذا فككت الدواء تقل الفعالية، وإذا قلت الفعالية لن يحصل المريض على العلاج الكافي. فكان كانت تجربة جميلة، ولكن لم أحد يعلم بأن ذلك الدواء يجب أن يخزن تحت درجة حرارة معينة في ظروف معينة. وهناك أدوية أخرى تصنع لكي تخزن في الثلاجة، ولكن ليس كل الأدوية التي في الصيدلية. كل ما أريد توضيحه بأننا يجب أن نحدد اختيارنا صحتنا في مجال الغذاء والدواء والعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر التصمصر محمد الشعوان على ما قدم، وأنا أشاركه ما ذكر. نحتاج فعلا أن نحدد ماذا نريد في صحتنا وعافيتنا. شكرا لك مقدما. الابتسامة لغة لا تحتاج إلى ترجمة. كثير منا موظفون أو طلاب في المدرسة أو في بيئة العمل، إن كنت موظفا فيفضل أن تدخل إلى بيئة العمل بابتسامة، وإن كنت مديرا أو رئيسا فيفضل مرتين أن تستقبل مرؤوسيك وموظفيك بابتسامة. الابتسامة تساعد على دخول القلوب، والعلاقة الجيدة بين الموظفين وبين الرئيس والمرؤوس، المدير والموظف، تحتاج إلى ابتسامة. نحن الآن على موعد مع ابتسامة، نحن الآن مع موعد مع خطبة، وخطبة رائعة فيما أتوقع، ومقيم رائع فيما أعلم. الخطيب التسمستر صام سطوحي، ويقيمه التسمستر القدير وكل التسمستر أصحاب قدرة عالية. التسمستر سعد الأسمري، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. سوف أقوم بتقويم التوست ماستر المبتسم دائما، خليني خطيب التوست ماستر أسامة سطوحي. طبعا التوست ماستر أسامة مشرف تربوي في إحدى المدارس الخاصة، خطيب مفوه،
مقارب على إنهاء القائد المتمكن، شارك في ما شاء الله بنشاط في جميع المسابقات، مسابقة النادي ومسابقة المنطقة والقسم، وبإذن الله تعالى يقول أنا مشارك في الساتاك. مشروع خطيبنا اليوم هو الخامس وهو بعنوان من له. مطلوب من خطيبنا إتقان مهارات لغة الجسد، الوقوف والحركة والإيماءات، تعابير الوجه والتواصل البصري مع الجمهور، حركة اليدين، بالإضافة إلى المهارات التي تعلمها في خطبه السابقة. الوقت خطيبنا من 5 إلى 7 دقائق. أتمنى لك التوفيق تستماستر أسامة ومن له. إذا المشروع الخامس مع تستماستر أسامة سطوحي ومن له. حينما كانوا صغار كانت لهم أحلام يسعون إليها، لكن قدراتهم لا تمكنهم، هناك عقل. تقدموا في السن، كبروا بعض الشيء، وما زالت الأحلام موجودة، وما زال العائق أيضا موجود. أصبحوا رجال عندهم فكر يسعون إلى تحقيقه، لكن ما زالت تلك العقبة موجودة. السيد عجب الاجتماع، السيد نائب الرئيس الشؤون الشعبية، الضيوف الكرام، أعضاء لجنة تستماستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد ابن المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد، يدور حديث أو نشاطات في أرقى الجمعيات الخيرية التطوعية الأهلية والحكومية عن نوع خاص من الكفالات والرعاية بين فئات وطبقات المجتمع من الأعمار المختلفة، رعاية الأطفال، المسنين، تيسير الزواج، وأيضا المرضى والأرامل والأيتام. لكن الذي أريده وبحثت عنه لم أجده في سجلات هذه الجمعيات، هذا النوع الخاص من الكفالات، رعاية خاصة لفئة معينة، ألا وهي النابغين الموهوبين. ليس مجرد رعاية أن يقوم مثلا مركز للموهبة أو لا، نريد كفالة بمعنى الكلمة، كل شيء ما يحتاجه هذا النابغ أو هذا المتفوق، وقل بما تحمله الكلمة من النبوغ، وليس مجرد علامات كاملة في الاختبارات والدرجات، لا، يتضح على الطفل علامات نبوغه كما رأته سيدة جليلة، سيدة جليلة عظيمة القدر، رأت في ابنها الصغير علامات النبوغ. هذا الصغير صار عالم كبير، هو الثوري سفيان بن سعيد. قالت يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، كفلته. وهذا يؤكد كلامي، لو أنه مجرد رعاية لا شك الأم والأب ومن هو ولي الأمر تجب عليه رعاية الأبناء، أليس كذلك؟ طبيعي، لكن أقصد الكفالة، كل ما يحتاجه هذا النابغ. التاريخ الإسلامي مليء بهذه الكفالة. دخلت الحداثة والمدنية في تلقي العلم من كونها كفاءة إلى حصول على شهادة، فاستوجبت أمورا كالمؤسسات التعليمية، وحصلت التفوق والنبوغ في علامات ودرجات. نحن مع هذا التطور، لكن نريد أن ننهض بهذا الجانب، جانب النبوغ. الإمام مالك رضي الله عنه كان
كان يكفل مئات من طلاب العلم كفالة تامة. جاءه طالب فقير يريد أن يطلب، وأمه تحتاجه لأن ينفق عليها. يخرج من صاحب الحرفة، يخرج من البيت متجها إلى صاحب الحرفة التي يريد أن يتقنها ليعول أمه وإخوانه وأخواته. لكن مر في الطريق وجد مدرس الإمام مالك. سريعا اعتاد الطالب الهروب من الحرفة إلى العلم. فغضبت الأم وعرفت أن السبب عند من؟ عند مالك رضي الله عنه. فذهبت إليه وقالت: ما يصدر حدثنا سفيان وحدثنا ابن عباس وحدثنا نريد أكل، نريد الطعام، نريد القوت. فقال اذهبي امرأة، وإنما أنا سأكفله، القصة بتصرف طبعا، إنما سأكفله وأعلمه أكل الفلوزج. يا ترى ما هذا الفلوزج؟ هذه قصة تطول، لكنه هو نوع من الفطائر تؤدم بزيت الفستق. أكلها هذا الطالب بعد أن ترقى وصار قاضي القضاء في هذه المدينة، وتذكر كلمة الإمام لوالدته حينما قال: أعلمه أكل الفلوزج. أخوتي، نريد أن نهتم بهذه الفئة، فئة الغالية حقيقة، هي فئة أغلى من كل الموارد، بترول، يورانيوم، طاقة مائية، طاقة كهرومائية، قل ما شئت. اهتموا بها، فتش عنها، قد يكون ابنك، قد يكون ابن أخيك. اكفله بما تحمله معنى الكلمة. تذكر في الختام، هم أغلى من كل الموارد. هذه الفئة أغلى من كل الموارد من لهم. وإليك على الفئة. حقيقة فعلا نحتاج أن يكون للنابغين رعاية خاصة. وأنا حقيقة من فترة أفكر لماذا لا، كما نشاهد رعايات لشركات أو برامج سواء رياضية أو حتى اجتماعية، لماذا لا يكون هناك رعايات لأشخاص مخترع، رعاية لطبيب، رعاية لعالم، أين كان. وإن كنت أذكر هناك رعاية لم أكن واهما للمخترع بندية أو بدية اللي قال مهندس البترول لما غلطان يمكن استثنين في الرأس أين كان. الله يشفيك. أمين. الابتسامة في مثل صيني، الابتسامة تجعلك أصغر سن، وهذا عرض خاص يعني من الصينيين فابتسم. فئة من المهم جدا أن تكون الابتسامة معهم حاضرة، فهي رحمة وعطف وأجر وكسب القلوب. المستضعفين من حولنا، خدم، سائقين، عمال، ناس أقل منا في المستوى الظاهر صح التعبير، ولكن عند الله قد يكونون أفضل منا. فالابتسامة أمامهم من المهم أن تكون حاضرة. الآن أيها الحضور الأكارم، ننتقل إلى الخطبة الثالثة مع تسمستر القدير أحمد أمين يقدمه، والله تسمستر أمين أحمد يقيمه التسمستر ماجد القحطاني، فليتفضل مشكور. ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا في هذا الاجتماع الجميل. الخطيب التوست ماستر أمين أحمد هو المشروع السادس، ويركز هذا المشروع على تنوع نبرات الصوت. ثلاث نقاط رئيسية ينبغي أن تركز عليها هي التحكم في شدة نبرات الصوت، واستخدام الوقفات لتعزيز رسالتك، واستخدام التنوع الصوتي بسلاسة وبشكل طبيعي. تسماستر أمين أحمد هو خطيب الذي يحبون جميع المدققين اللغويين لأنه معلم لغة عربية، وهو تسماستر متحمس وله بصمة في النادي ما شاء الله للتغطية الإعلامية، وله مجهود كبير، كل التوفيق لك. عنوان الخطبة: سر النجاح، تسماستر أمين أحمد.
إذا خطبتنا مشروعها السادس سر النجاح مع تسمستر أمين أحمد. إلى متى سأظل جالسا هنا أنتظر حتى يأتيني النجاح؟ متى ستبتسم الحياة؟ إلى متى ستظل الحياة عابسة في وجهي؟ برأيكم هل تعتقدون أن الحياة ستبتسم لمن يظلون قابعين في أماكنهم لا يتحركون إلى النجاح خطوة واحدة؟ أم تعتقدون أن الحياة ستبتسم إلى من عرف سر النجاح وسعى إليه؟ السيد رئيس النادي الهلالي، السيد عبد الاجتماع. الحضور الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برأيي أن الحياة لن تبتسم إلى كل خامل جالس في مكانه راكبا سفينة الأحلام يبحر في بحر آماله ظنا أنه سيصل إلى شاطئ النجاح دون أن يحرك ساكنا. كان هناك قرية اعتادت على أن تقلد حاكما لها كل عام، له أن يتصرف في مواردها كما يشاء، يحكمهم، يأخذ أموالهم، يفعل بأموالهم كما يشاء، شرط ألا يخرج من هذه القرية مدة حكمه. وبعد انتهاء العام يؤخذ هذا الرجل إلى جزيرة بعيدة غير مأهولة بالسكان، لا يقطنها سوى الحيوانات المفترسة. هذا كان ديدنه. يأتي الحاكم يستمتع بالسنة التي يعيشها حاكماً، يأخذ فيها ما يأخذ من الأموال والرفاهية والمتعة، ثم يقودونه في نهاية مدته إلى هذه الجزيرة حتى يلقى حفاً. وفي يوم من الأيام استطاعوا أن ينقذوا غريقاً. كان هذا الفتى قوياً شاباً. قرروا أن يقلدوه حاكماً عليه. رفض هذا الفتى في بداية الأمر، ولكنه حينما فكر عملياً وجد أنها فرصة سانحة حتى يحقق أحلامه. وافق هذا الرجل وظل عاما كاملا يتمتع كما يتمتع من قبله. وحينما انتهى فترة حكمه أخذوا وهم يظنوا أنهم يسوقونه إلى حتفه وهو مبتسم فرح. وحينما ذهبوا إلى تلك الجزيرة وجدوها قد عبدت، يسكنها الناس، تغيرت الجزيرة التي كانوا يظنونها. برأيكم كيف وصل هذا الرجل إلى النجاح في عام كامل؟ هذا الرجل استطاع أن يخلط مجموعة من العناصر ليكون سراً يصل به إلى النجاح. سر النجاح ليس صعباً على الجميع، إنه في متناول كل واحد منا، لكنه يحتاج إلى مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى دائماً هي أن تقنع نفسك أولاً بأنك تستطيع أن تحقق أحلامك. أرسل رسائل إيجابية وإيحاءات إيجابية إلى نفسك بأنك تستطيع أن تحقق النجاح. قل دائما لنفسك أنا أستطيع، أنا أستطيع، لا ليس بهذا الأمر، أنا أستطيع أن أحقق كل أحلامي، فأنا متميز، أنا قادر. من منكم الآن يستطيع أن يصرخ في هذه القاعة قائلا معبرا عن نفسه أنه يستطيع أن يحقق حلمه وأنه قادر على فعل ذلك؟ أنا أستطيع. هذه هي الخطوة الأولى التي يصل بها الإنسان إلى سر النجاح. حينما تقول أنا أستطيع بصوتك المرتفع في نفسك لتعبر عن قناعة الشخصية، هنا بدأت الجدرة الأولى. ثم تنطلق إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي أن تضع أهداف لك. ماذا أريد أن أصبح في المستقبل؟ أنا أريد أن أصبح أفضل معلم في هذه المنطقة، أو أنا أريد أن أصبح أفضل مدرس، أفضل موظف في شركتي، أو أنا أصبح. شرط أن تكون أهدافك مكتوبة، تطلع عليها دائما، موضحة غير مبهمة، أن تقول أنا الأفضل، وأن تبتعد عن السلبية في أن تقول أخشى ألا أكون الأفضل. حينما تحقق كتابة هذه الأهداف اسعى دائما إلى أن تحققها بالتخطيط. لن يستطيع الإنسان أن يتحرك خطوة إلى الأمام إلا إذا خطط كل خطوة يخطوها. حدد نقاط ضعفك حتى تطورها.
حدد نقاط قوتك حتى ترتكز عليها. اعرف ما هذه المخاطر التي أمامك في المجتمع حتى تتجنبها. تعرف على الفرص التي ستسنح لك حتى تستطيع أن تصل إلى مرادك. إن استطعت أن تضع خطة لنفسك إذن أنت ستنجح. هل تعلمون أن 3% فقط هم اللي يخططون لأنفسهم، وأن الآخرين لا يكتبوا لأنفسهم خطة ينشون عليها؟ واعلموا أنه من لم يخطط لنجاحه فإنما هو يفشل في التخطيط، ومن فشل في التخطيط فإنما يخطط للفشل. إن لم تخطط لنجاحك أنت دائما تخطط إلى فشلك. فليكتب كل واحد منا خططه وأهدافه في أوراق حتى يستطيع أن يتطلع عليها دائما ليلقى بنفسه ليصل إلى النجاح. هذه الخطوة الثانية والثالثة. الخطوة الرابعة. ليس هناك تغير ولا تحقيق حتى يجتهد الإنسان في عمله. بالجد والاجتهاد تستطيع أن تصل إلى مرادك. لا تحتاج إلى الكثير، لا تحتاج إلى كثير من الأموال، ولكن تحتاج إلى قناعات، إلى تخطيط، إلى أهداف يتبعها علم وجهد. تستطيع بذلك أن تصل إلى أهدافك، أن تتحصل على سر النجاح، أن تصل إلى مرادك. ودعوا من كان قابعا في مكانه لا يحلم بأن السعادة والنجاح سيأتون إليه قابعا في مكانه، فلن يرقى بنفسه ولن تصل إليه أي علامات النجاح. إليك. لنترك القعود وننطلق نحو النجاح كما بدأت بالابتسامة. أودعكم الاستراحة الخفيفة بابتسامة. استراحتنا ستكون مدتها ثلث ساعة. إذا سنعود بإذن الله الساعة 8:05. المصلى في الدور الثالث والمرطبات والخفايا ستنتظركم، وحياكم الله. كما قيل سابقا من بعض الإخوة، إذا أردت أن تعرف الرجال فستراه في فقرة الارتجال. وكلكم جميعكم رجال بإذن الله. سوف نستضيف أحد الإخوة أو الزملاء أو الضيوف ونطرح عليه سؤالا ونترك له فرصة دقيقة أو دقيقتين كي يجيب. وفي آخر الفقرة الاجتماع سوف يتم تقييم المشاركين ويتم اختيار أفضل مشارك. فمن يجد في نفسه الجراءة والقدرة للجواب على السؤال الأول؟ سوف نترك المجال للإخوة الذين ليس لهم دور ونختار الضيوف أولا. جميل. لا السؤال السؤال سوف نقول السؤال الطالب في المسرح. نبدأ بالضيوف. نضع الأسئلة الصعبة قبل، لكن الأسئلة السهلة نضعها ضيفا. تفضل. خالد الشنفي. طيب. ما شاء الله. شرنا. سؤال سهل جدا.
اذكر مكان تحب ان ترتاده دائما ولماذا؟ الشاطئ. لك دقيقتين في الجواب ومحتاج دقيقه الى دقيقتين في جواب. لماذا تحب ان تذهب الى الشاطئ دائما؟ الشاطئ كلمه تفكرت فيها مرارا وتكرارا. لماذا احب هذه الكلمه؟ ولماذا احب معناها؟ ولماذا احب ان ارتاد مكانها؟ جانا بخاطري جميع أماكن العالم بدوله وثقافاته ولغاته، فوجدت أن جميع سكان العالم يتفقون على أن الشاطئ مكان جميل لقضاء الوقت الفراغ، ووجدت أنهم يتفقون أيضا أن الشاطئ مكان للاستجمام ومكان لتفريغ الطاقات السلبية كما ذكر بعض. لقد جرى بخاطري هذا عندما فكرت بالشاطئ ولماذا أنا أرتاح في ذلك المكان. وجدت أنني شخص من بين 6 مليارات شخص يحب هذا المكان، فلم أستغرب هذا الشيء، فازدادت قناعتي عن حبي لهذا المكان، ولم أزل وسأبقى إن شاء الله أحب هذا المكان وأرتاده للاستجمام ولقضاء أوقات الفراغ. الشاطئ مكان جميل وانا من الناس اللي احب الشاطئ. السؤال الثاني، من يتقدم يا جماعه؟ ما عندك؟ اسمك وظيفتك؟ عبد الله عبد الرحمن حاجي، خريج من الجامعه فريش وتوني توقف. توفيق. كل عبد الله سؤال سهل ان شاء الله، ولازم انت تتقيد بشروط النادي. لك دقيقه الى دقيقتين وتكون باللغه العربيه الفصحى، تجنب الالفاظ الانجليزيه بقدر المستطاع. طيب، لديك شريحه جوال وتبقى فيها دقيقتين فقط، وبعد ذلك انفصل جوالك. من تريد ان تكلم؟ ولك الساعه. طيب، سأكلم نبع الحنان، أمي اللي هي الله يطول في عمرها، سأسألها عن أخبارها وعن أين تذهب وماذا تريد إذا كنت خارج البيت. سأحضر لها أي شيء تريد وسأطمن عليها. والله التعبير ترى شوي من قبل. لا مثل المكالمة. لك تنفي ترى. تفضل. سأسألها عن ماذا تريد من مقاضي ومن أكل وشرب وماء، ثم أحضره إلى البيت وأقول لهم سامحوني على القصور. حاول جيدا الاخ عبد الله. سؤال اخر للضيوف. والله بدي اجي. تفضل، ما تفكر انت. لا لا حاول. بدر عبد الله تخيل، معلم طبعا، ان شاء الله عاد السؤال يكون مناسب للتعبير يعني. لا ان شاء الله، ان شاء الله السؤال يكون المعلم. كثير يتردد ويقول هناك كلمه بيضاء كلمه سوداء، فما رايك في هذا الموضوع؟ رايي في مساله الكذبه بيضاء وكذبة صفراء وملونة، طبعا فيه بعضهم يقول انه او يقول باللغة العربية، بعضهم يقول انه ليس هناك كذبة بيضاء كذبة صفراء او بنفسجية، وانما الكذب هو ايش؟ هو
كذب كذب واحد، لكن هناك بعضهم يقول يعني الكذبة البيضاء هي التأويل أو ما يسمى ب التورية، بعضهم يسمى بالتورية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في طريق هو مع أحد الصحابة، فكان يعني لا يريد أن يعرف أحد أين اتجاهه، فأخذوا سألوا أحد الأشخاص قابلوا عن طريق معين، فقال لهم من أنتم؟ قال أخبرنا وبعد ذلك نحن إيش نخبرك، فأخبرهم الطريق أو الوجهة التي يريدون أن يذهبوا إليها، فقال طيب من أنتم؟ قال نحن من ماء، نحن من ماء، وهم طبعا يقصدون إيش، هو طبعا يعرف أن العرب سابقا ماء كذا وماء كذا، يعني القبائل مثلا ماء بدر أو ماء كذا بهذه الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إيش، أننا نحن خلقنا من ماء، فكانت هذه التورية، فلعل هذا يكفي ويكفي. أحسن من يتقدم من الإخوة؟ السلام عليكم. اسم الحاج ويحان، مهندس ميكانيك، أشتغل بوظيفة مدير مبيعات. سؤالي المهندس، في الوقت الحاضر نجد الشوارع تزدحم حتى أنك لا تجد موقف لسيارة، فما هو الحل ذلك؟ هناك عدة حلول مثل هذه المواقف، من ضمنها ممكن تنظيم السيارات التي تمشي بالروحات الأحادية، تمشي في يوم الاثنين والثلاثاء، السيارات الثنائية تمشي في الأيام الأخرى، هذا أحد الحلول. الحلول الأخرى استخدام نقل الوسائل العامة مثل الباصات والقطارات إن وجدت. ماذا هنالك رقم أخرى؟ دعنا نتذكر. أعتقد أن توقف. الدراجات الهوائية، الدراجات النارية، أن نتفق مجموعة من الأشخاص تكون في نفس الحي في استخدام سيارة واحدة. ليش وقت انتهى؟ أوقات الدوام، تأخير أوقات الدوام. هناك حلول كثير ذكر منها الأخ، ولكن يوجد في ضمن حلول أخرى إن شاء الله. إن شاء الله جميع قدير تقول في قواطر إذا حلول أو حلول. سؤال آخر لمن أراد من الطب. السلام. أخوي علي، التكنولوجيا الحديثة والتقنية الحديثة الآن يستخدم الكثير من الشباب وكثير من المواطنين أثناء السواقة يستخدمون الجوال، خاصة الواتساب، فما هي رسالتك أن يستخدم هذه المواقع والبرامج أثناء السواقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لا شك أن استخدام الوسائل الحديثة من جوالات الآن، تواصل، واتساب، تويتر لغيرها أثناء السياقة، هي ثواني فقط محدودة، ثانية قد تسبب في إزهاق نفس. فلما الإنسان مثلا يستخدم الجوال ويجلس يضغط ويكتب أو يراسل أو يستقبل أو يقرأ،
يعني ينشغل عن الخط بما هو شيء ثاني، يعني كأنه يطلع من الخط بمكان مغلق في غرفة الوحدة مصمت عليه. فهذه الوسائل هذه فعلاً لازم نحد منها، وقد أزهقت أرواح ناس كثير، ويمكن كلنا اللي لها قريب لها معرفة إن صارت الأمور هذه، ويا إصابات يا إعاقات يا وفيات، الله يكفينا وإياكم الشر. فرسالتي أن الإنسان إذا جلس خلف المقود لا يستخدم هذه الأشياء بتاتا حتى الاتصال. إذا كان في الإمكان أنه بيستخدم اتصال وهو قاعد يقود السيارة في عن طريق المسجل مثلا السلك في الجوال بشبكة ويتكلم، يعني وهو ماسك الذاكرة كان يتكلم مع أي واحد معه في السيارة عشان لا ينشغل بأمور ثانية. والله يكفينا وإياكم، صلى الله وسلم عليكم. جميل صراحة، رسالة جيدة مباشرة ومفهومة إن شاء الله. هناك رسالة للإخوة إذا ما في الأوائل الجاي. سؤال يقول: تم تعيينك كمشرف في وظيفة، وأنت إن شاء الله الآن سوف تكون في بعد تخرجك سوف تتوظف بإذن الله، وتفاجأت جاءك موظف من الموظفين وعينوك كمشرف. جاءك موظف من الموظفين وقال لك: أنا أقدم منك في هذه الوظيفة وأنا أستاهل هذا المنصب أكثر منك. كيف سيكون ردك لهذا الموظف؟ سيد رئيس المسابقة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أثناء التدريب الصيفي في الرياض في أحد المشاريع الهندسية. كان المهندس حديث تخرج، وكان العامل أقدم منهم بعشرين سنة وقد ختم الهندسة من قبل أن يولد. ذات مرة أتت إحدى الرسومات الهندسية إلى المهندس وطلب من العامل تنفيذها. كان المهندس لا يعرف كيف يمكن. عندما أتى للعامل طلب العامل منه شرحها، ولكن المهندس لم يعرف. فالتفت إليه وقال: أنت تعمل هنا منذ 20 سنة، أنا لن أضيع وقتي لأشرح لك مثل هذا، سأعود لك بعد ساعتين لأجدها جاهزة. العامل أصبح يرتعد خوفا من أن ينقص راتبه، فذهب مباشرة إلى مهندس آخر وطلب منه طريقة تنفيذ هذه العملية. أحياناً قد يكون هناك من هو أقدم منك، ولكن تحتاج لأن تتعامل مع الموقف. فعلاً هناك من أقدم منك وهناك من هو أفضل منك، ولكن عندما تكون في مسؤولية معينة يجب عليك أن تكون قادراً على إدارتها، فمهارة إدارة البشر أهم من الخبرة العملية. أو سؤال أخير لمن أراد أن يشارك، سوف أترك المجال لمن ليس له دورا إلى الآن إذا لم يتقدم أحد. خاصة سؤالي سهل لك يا أخوي عمر. ذهبت إلى السوق مع أبنائك وتشبث أحد أبنائك بلعبة غالية جدا، وليس لك المقدرة لشراء هذه اللعبة، ما هو ردك أو تعاملك مع ابنك وإقناعه كي يتركها وتذهب لك؟ ساعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً هناك طرق عديدة للتعامل مع الأبناء. طبعاً الأبناء في الوقت الحاضر ليس الأبناء على وقتنا السابق، يعني ما شاء الله تبارك الله الآن الأبناء عندهم اطلاع على كل حاجة ولديهم المقدرة على فهم الأمور، ولا يستطيع الأب مواراة ابنه
بطريقة ذكية كالسابق. يعني كان الآباء السابق من السهل جدا يعني التعامل مع الأبناء، وحتى يعني ليس الضحك عليهم، ولكن نستطيع أن نقول بالإمكان إقناع الأبناء بطريقة سهلة. لكن في الوقت الحاضر الابن مطلع على أمور كثيرة ويعلم، قد يعلم أكثر مما يعلم الأب. ولكن بالنسبة لي أنا عندي ابنتي، سأقول لها ما زال الوقت مبكرا واختبارات لم تأتي بعد، وإن شاء الله تعالى عندما تنجحين وسوف أقوم بإذن الله تعالى بشراء لعبة أفضل منها. وكذلك أيضا سوف أقول لها انتظري، قد تأتي لعبة بموديل أجد من هذا الموديل وأشتريه لك، وكما يقال اللي ما يطول عنه يبقى عن حامضه. كل من ساهم وكل من تقدم المسرح وأجاب على الأسئلة، فالجميع ما شاء الله أبدع وقدم خطب جميلة وإجابات جميلة. شكرا لكم. لا يعرف الاجتماع. شكرا لمستر عمر بن عفيف على هذه الفقرة الماتعة، وشكرا لجميع المخطبين جميعا وأعضاء. بالمناسبة لم يعلن في الورق، سيكون مقيم هذه الفقرة مستر مدير الاجتماع لهذا اليوم في مستر أستاذ ماهر الرفاعي. أما الآن مع فترة وفقرة التقييم، يتفضل مستر نايف الميداني هو وفريقه لإعلان النتائج. تحية لمستر ماهر الرفاعي. عودة إلى إليكم أعضاء وضيوف، فالآن هي من أجل الأوقات هذه الأمسية، سيتعرف كل وقف على خشبة هذا المسرح عن أدائه، سيعرف نقاط قوته والنقاط التي تحتاج إلى تحسين، فهي مجال لتحسين وتطوير الشخص، وهذا هدفنا الأسمى من هذا النهج. فنبدأ بمقيم الخطيب الأول توست ماستر مصطفى العمراني، فليعطينا تقريره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأجمعين. محمد الشعوة، من يتذكر عنوان خطبة محمد؟ صحة وعافية. صحة وعافية. الصحة والعافية هاجس كثير ربما كل الناس. الصحة والعافية. مرة تقريبا قبل عدة أيام يوم الصحة العالمي، صحيح؟ نعم. الصحة والعافية موضوع يشد الانتباه. بدأ بأسلوب جميل جدا. بدأ خطبة محمد بأسلوب يشد الانتباه. في أحد الأيام أسلوب قصصي ينجذب إليه المستمعون في أحد الأيام. صحة وعافية، قبل أن أدخل فيه، من يتذكر هذه الكلمة صحة وعافية؟ كنا نسمعها قديما في الإعلانات التجارية، في دعاية زيت عافية، صحة وعافية. هذه دعاية. صحة وعافية، بدأ بطرح بعض الأمثلة عن الصحة والعافية. كيف أن الصحة والعافية هاجس الكل وأهميتها، بدأ بأمثلة حية وليس أمثلة قام بقراءتها أو تجارب الآخرين، لا، أمثلة قام هو وعاشها بنفسه كالجراثيم، بالإضافة إلى المثال الذي حصل لرئيس هيئة الغذاء والدواء عندما قام بنفسه للتأكد من أن زجاجة الدواء تكون صالحة أو تكون غير صالحة إذا كانت أو حفظاً في الماء. خطبة جميلة ومفيدة ومهمة، بودي أن يكون الصوت أكثر وضوحاً وعالياً، ربما الأشخاص الموجودين في الخارج لم يسمعوا الصوت، بالإضافة إلى أن الخاتمة لو كان هناك بعض الإرشادات أو بعض التوضيحات عن الصحة والعافية لكانت جميلة.
ألقاك إن شاء الله في خطوتك القادمة وبالتوفيق إن شاء الله. والآن مع خطيب مقيم الخطيب الثاني لهذه الأمسية القسم أسمر سعد الأسلم، فليتفضل. من له ابتسامة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لخطيبنا المميز التسماس الرسام أسطولي. خطبة منظمة بدأها بمقدمة وكان جالسا وكأنه يقلد حركة الطفل عندما بدأ يحبو، ثم حركة نمو الإنسان، وقال حينما كانوا صغارا كانت لهم أحلام، وأن كان الوالدين يرحقون أحلام أبنائهم باقتناء ألعاب أو ما شابه ذلك أو غذاء أو غيرها. ولكن عندما يكبر الإنسان ويكون لديه أفكار إبداعية ومهمة إبداعية، فخطيبنا دعا إلى يعني يتمنى أن يكون هناك جمعية لرعاية موهوبين. حدد خطيبنا هدفه، ذكر عدة جمعيات، جمعيات خيرية، رعاية أيتام، عجزة، ثم حدد هدفه بأن ذكر جمعية رعاية الموهوبين. ذكر قصص من السلف الصالح لسفيان الثوري، وقصة ذلك الطالب الذي كان يترك عمله ويذهب إلى المعلم ليتعلم على يديه الفقه والحديث وعلومه حتى أصبح قاضياً ومفتياً وحقق الحلم الذي هو أكل الفلوذج، وهي أكلة كانت من الطبقة الراقية في العهود السابقة ولا يأكلها إلا الخلفاء ومن معهم. فاستطاع ذلك الطالب الذي سلك طريق العلم أن يأكل الفلوذج. لغة جسد كانت هي المطلوبة من خطيبنا، فتحرك بحركة على المسرح يميناً ويساراً أو ما بيديه، وكان توزيع النظر مميز. أتوقع أنه لمح كل منكم بنظرته المميزة وبابتسامته الساحرة. أكد على بعض الأشياء بخطبته. كنت أتمنى من خطيبنا أن يقلل من الحركة قليلا، تكون الحركة مع بداية الفقرة إلى فقرة أخرى أنتقل، ثم أقف وأستخدم تعبير الجسد تكون أفضل، لكن تكون الحركة مع التعبير أحياناً لا تصل. تنظيم خطبة مميز، مقدمة قوية بدأها بحركة ثم قصص أثرى لب موضوعه، محفزات للاهتمام بالمبدعين، ثم خاتمة مميزة كنت أتمنى أن تكون قوية. أشير إلى أن الغرب كيف اهتم الغرب بالموهوبين ورعايتهم، كيف حقق الغرب هذا النجاح. أطلب أتمنى أن يكون هنالك لمبدعينا جمعية تحقق أهدافهم، تكون خاتمة قوية تذكر بالموضوع وتذكر الجمهور بخطبتك القوية المميزة. وشكرا لك وإليك عدد. والآن مع المقيم الخطيب الأخير وهو التست ماستر ماجد القحطان. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم بكل خير أعضاء وضيوف نادي غرفة الشرقية توست ماستر. توست ماستر المميز والنشيط والمتحمس دائما أمين أحمد. كانت خطبته الخطبة أو المشروع السادس، وهو يهتم بتنوع نبرات الصوت واستخدام الوقفات والتركيز على الشدة في الصوت. كان اختيار الموضوع مميز جدا، وأقول مميز جدا لأنه كان بإمكانك استخدام تنوع الصوت بين النجاح وبين الفشل. فاستخدم الخطيب تنوع نبرات الصوت بين الاختلاف بين النجاح وبين الفشل ومن كان قابعا وهكذا. تمنيت عندما ذكرت في الخطبة في القصة بذلك الشخص أو الذي يجعلونه حاكما ويتمتع بالهيمنة وبالسلطة وبالقوة وبكل ممتعات الحياة،
ومن ثم يأخذونه إلى الغابة. تمنيت لو أنك قلت ثم يأخذونه إلى غابة موحشة لا يسكنها إلا الوحوش الضارية. تمنيت لو كان هنالك شدة في الصوت وكان هناك تعابير للوجه وأن تظهر أحاسيسك وبصمة أحاسيسك للجمهور. كانت حركة أو لغة الجسد مميزة جدا. تمنيت لو أنك استخدمت المسرح أو قسمت على 4 أقسام التي هي الخطوات أو خطوات النجاح الأربع التي ذكرتها، فكان لكل خطوة مكانها الخاص وتقف وتواجه الجمهور. ابتعد قليلا عن التحدث مع الحركة لأنه يسبب بعض التوتر للجمهور. كان أداءك مميزا، كنت خطيبا ليس بمستغرب عليك تلك الثقة على المسرح وذلك التمكن مع الجمهور. عجبني جدا مشاركة الجمهور معك حينما جعلتهم يشاركونك ويوافقونك الرأي، وذلك يدل على أنك أقنعتهم بفكرتك ووصول فكرتك ووضوح هدف الخطبة التي قدمتها. تمنيت لو أنك جهزت المسرح مسبقا، كان وضعت الكرسي في الوسط لأن المكان كان صعب أن نراك من الخلف. بشكل عام أبدأت، أتمنى أن تستفيد من نقاط التطوير في تنوع نبرات الصوت، لأن لو تحدثت على نبرة واحدة سيمل الجمهور منك بدون متى يخلص. فعودة إليك سيد مقيم. أتينا إلى أجمل فقرة وهي تقييم الخطب الاحتجاجية. فأغلب من وقف على خشبة هذا المسرح هم الضيوف، فجميل أن يسمعوا ويعلموا ما هي نقاط التطوير التي يحتاجونها. فمعي راح تكون كريس ماستر أسامة الركاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. أولا أود أن أحيي من صعد على المسرح لأداء الخطبة الاحتجاجية، خالد الشنفري، عبد الله حاجي، طلعت خير، مدحت شويحان، علي العسيري، مسرح النعمان، وأيضا أخيرا وليس آخرا عمر النعيم. أولا أحييهم على ضيوفنا على صعود المسرح بالرغم من أنه هذا حضورهم الأول وحضور الثاني لبعض الضيوف، فهو تحية لهم. بشكل عام مجرد صعودكم على المسرح هذا يعد إنجاز ويعد كسرا للجمود. بداية مع الضيف خالد الشنفري، كان سؤالا عن ما المكان الذي تحب أن ترتاده وكان جوابه الشاطئ، ثم ذكر لماذا هو يحب أن يذهب للشاطئ. كان هناك ثقة بادية وواضحة عليه أثناء حديثه، تحدث وكان يوسع نظراته على الجمهور، وإن كان من ضمن التطوير فهي فقط مجرد تنويع في نظرات الصوت ليس إلا، وإلا فالخطبة رائعة وجميلة. ثم عبد الله حاجي، هنا أود أن تنبه للجميع في أثناء الصعود للخطبة الارتجالية من حقك أن تطلب من مقدم الخطبة الارتجالية أن يعيد السؤال مرة أخرى أو أن يعيد صياغته بحيث تمكن من الإجابة عليه بشكل مناسب. ثم بعد ذلك ابدأ من حيث انتهى المقدم، فأعد طرح السؤال. إن أعطيتني دقيقتين لكي أتصل بهما على شخص عزيز، من ثم سيكون؟ ثم جعل برهانا للصمت وفكر واجعل الجمهور يفكر معك وهكذا، وانطلق اتصل على أمي العزيزة وأطلب منها هكذا وهكذا. عجبني فيك أنك مع تشجيع الجمهور بدأت تسترسل ولكن لا تعتذر ولا تقول أنا لست مستعدا. مجرد صعودك على المسرح يعد إنجاز، وأنا أشكرك على مبادرتك وصعودك على المسرح. ثم الضيف بدأ التخيل، أسعدنا بحديثه كلبة بيضاء وكلبة سوداء، ثم استشهد القصة وفي سياق الحديث في سياق موضوعي. ثم مدحت شوي جويحان نفس الكلام، كان مشكلة المواقف. لو بدأت بقصة صادفتك في يوم من الأيام وكنت متوجها إلى المطعم ولم أحصل على الموقف وصارت لي الموقف، ثم أتى موظف المرور و كتب لي مخالفة وهذه مشكلة عويصة، ثم استرسل وضع حلولا لا تبدأ بالإجابة مباشرة على السؤال، ولكن ابدأ بتوضيح قصة حتى تستطيع أن تستجمع أفكار العسيري. رأيه في استخدام الجوالات
رائعة وجميلة، بحيث أنه بداية تتكلم عن المشكلة ووضحها، ثم تتكلم عن رأيه في المشكلة، ثم وضع حلولا. فكان خطبته رغم أنها بدقيقة إلى دقيقتين شاملة ووافية للسؤال. تسمسر نعمان، موقفه أمام موظف قديم، أو إن كنت مشرفا على موظف قديم ثم أتى إليك، ما موقفك؟ وذكر لنا قصة واقعية جميلة، وكيف تعامل ذلك المهندس مع ذلك الموظف، وكيف انسحب، وهذا ليس تصرف حكيم صراحة، ولكن كيف استطاع يدير الموقف؟ وأقنعنا عبد النعمان بأن الإدارة قد تكون مقابل الخبرة. ثم أخيرا مع التسمستر عمر النعيمي، أو ضيف عمر النعيمي، في موقفه أو قصة مع والدك المتشبث بلعبة ما، كيف أتصرف معه؟ ذكر كيف هي الحلول وكيف الطرق والأساليب التي يمكن أن نتعامل معها، وكان استعمالك الوقت نوعا ما جيد، ولو كان بإمكانك استعمال الوقت أكثر كان الوقت أمامك بشكل أكثر. وأشكركم جميعا على صعودكم على هذا المسرح، ضيوفا حضرتم من هذا اللقاء لأول مرة، وضيوفا حضرتم معنا أكثر من مرة، وعودة إليك مقيلا. كما بدأنا بهم نختم بهم. عداد الأصوات بس ما صار محمد، تعطينا تقرير. أما الناس والشباب الذين صعدوا على المسرح وأرادوا الالتقاء بنفسهم إلا أن أتكلم عنهم، فأرجو منهم أن يتقبلوا ذلك بابتسامة عريضة وصدر مرحب، وما وقفت هنا إلا من أجل أن يطوروا من مهاراتهم. صيت الأصوات التالية: أسامة الرفاعي صوت واحد، عدنان الخميس صوت واحد، سامر البدوي صوتين، سعد الأسمري صوت واحد تلقى واحد، ماجد القحطاني صوتين، الضيوف خالد صوت واحد، عبد الله صوتين وتلقين، بدر الدخيل صوتين، مدحت جويحان تلقين وثلاثة أصوات، علي عسيري تلقين وثلاثة أصوات، عمر النعيمي ثلاثة أصوات، وأنا حصيت على نفسي صوتين. فلكم التحية. والآن مع المقاتل تسمسر عدنان خميس. عودا لكم. بالنسبة لمواقيت الإخوة المشاركين في الخطب المعدة كانت على النحو التالي: الأخ محمد الشعوان 6 دقائق وثلاثة وعشرين ثانية، أسامة الصفوحي 6 دقائق و31 ثانية، أمين أحمد 6 دقائق و25 ثانية، جميعهم مجازين. ننتقل للخطب التجارية: الضيف خالد الشنفري 1 دقيقة و27 ثانية، عبد الله الحاجي 1 دقيقة، بدر الدخيل 1 دقيقة و49 ثانية، مدحت الجويحان 1 دقيقة و25 ثانية، الأخ علي عسيري 1 دقيقة و20 ثانية، كذلك توست ماستر نعمان 1 دقيقة و22 ثانية، والأخ عمر النعيمي 1 دقيقة و20 ثانية، فجميعهم مجازون. الإخوة المقيمين كانت على النحو التالي: نتائج التوقيت الارتجالية مجاز جميعا: مصطفى العمراني 2 دقيقة و25 ثانية، سعد الأسمري 3 دقائق و12 ثانية، ماجد القحطاني 2 دقيقة و30 ثانية، والأخ سامر الرفاعي 4 دقائق و17 ثانية. يذكر أن المقيم الخطب الارتجالية لديه 30 ثانية الحد الأقصى، ضرب 7 أخوة مشاركين 3 دقائق ونصف، زائد هناك 30 ثانية ولكن السرعة فترة سماح أيضا تجاوزتها، وللأسف جميع المشاركين مجازين إلا
نائب الرئيس هذا بين عندنا عدم الإصرار بأنه غير مجاز وإليك. طبعا أطلب من الأخوة التصويت الآن في الورقة التي لقيت ووضعت على الكراسي. يوجد في الخلف مجال لأفضل خطيب محل ومترف خطاب ومن بعد لأفضل مقدم وأفضل مشاهد الخطب التجارية. والآن مع المخصص اللغوي أسيست ماستر سامر البدوي. تصدقوا علينا ولم تقولوا بالإبتسام. هنا بالنسبة لكلمة اليوم فأنا نصيبها أكثر من 40 مرة والحاصل على أكثر عدد هذه الكلمة هو واحد المنهج والله عرفني شيء معهم 340. بالنسبة للعلامات البلاغية كلمة متحمس طابعي وخامر سفينة الأحلام وتخطط إلى نشر وسر النجاح وبعض الأخطاء هي أن تضعون هو الخطأ والصح وأن تضعوا والكلمة الخاطئة نبحث وهي نبحث عن الجراثيم والكلمة الخاطئة لسيارتك وهي لسيارتك كسر الرجوع لله والكلمة الخاطئة هي السواقة وهي الصحيحة السياقة والكلمة الخاطئة في طريقه وهي في طريقه إن شاء الله بالجد. وهذا هو الطريق والله أبحث لكن لا أجد. الآن سأقوم بتقييم العام الاجتماع. فقد بدأنا في الوقت وعلى الوقت كان الحضور كثير والأجمل أنهم حضروا قبل الوقت كزوار وكأعضاء لكن مني كل التحية. هناك شخص مجهول يأتي لهذا الاجتماع إن كان متأخرا فيأتي قبلها بثلاثين دقيقة. لماذا؟ لأنه يحمل هم هذا الاجتماع لكي يكون ناجح. دائما تأتي مبكرا وتجده أمامك فقد وضعت كل الترتيبات المطلوبة وغير المطلوبة. دائما مجتهد ودائما مجهول. فرحبوا وحيوا قسم ماستر فهمي. قام فريق العمل بشرح أدوار بشكل صحيح. وقفوا على هذا المسرح وقدموا كل ما عندهم من تكييم أو تقويم بشكل صحيح. لكن مني كل التحية. التست ماستر سامر استخدم كلمة سهلة جدا فقد ساعد الأعضاء والزوار على استخدامه بشكل كثير وهي الابتسامة. بالإضافة إلى أني رأيت الابتسامة على وجوهك فكل الشكر لك تست ماستر سامر. بالنسبة للخطب التجارية كان عندي ملاحظة عليها أتمنى أن يكون لها تحسين. فقد أعطيت الأدوار بشكل كبير للزوار ليس هناك هنالك مانع لكن البداية يجب أن تكون مع الأعضاء
فالأعضاء عندما يقفون على هذا المسرح ويتحدثون ويتعاملون مع إشارات الوقت، سيعرف الزوار كيف يتعاملون على خشبة هذا المسرح، كيف يستخدمون المسرح، وكيف يتعاملون مع إشارات التوقيت. فهذه ملاحظة. والمجمل أعتقد إن شاء الله ما يكون في تمديد وقت، فإليك تعريف الاجتماع. شكرا لمستر نايف الميدني على ما قدم، الله يعطيه العافيه. حقيقه نحن في انتظار معرفه النتائج. يا اخوان هل انتهت؟ اشرفتم على الانتهاء؟ طيب، اذا ادع المجال لمديرنا ورئيسنا لهذا الاجتماع مستر اسامه الرفاعي ليختم بعض القرارات قبل ان تاتي النتائج. حيوا معي مستر. اجتماع كان رائع ومثمر، وكنا مبتسمين جميعا بهذه العبارات، وايضا بانواع اجتماع الديكان سامح برصيدك، بالرغم من انا اود ان انوه لا يشترط ان تكون كلمه اجتماع وعنوان اجتماع سابقين او حل نفس الموضوع، ولكن هذا الاجتماع تطابقا، فكان العنوان هو زد رصيدك ابتسامه، وكان كلمه الاجتماع ابتسامه. واشكر من قام بقيادة الاجتماع تسمسا من عدن الهوسة، هتصبنا على الوقت بالتحديد وقد سبقنا في بعض الأحيان. إن كان من نقطة أود أن أشير إليها وأنبه إليها، أرجو عدم النزول من المسرح قبل أن يأتي الشخص الذي بعدك ويستلم منك المسرح. فمثلا عندما يصعد الخطيب لا تنزل من المسرح حتى يعود عريف الاجتماع، وعندما يأتي عريف الاجتماع ليقدم المسرح لا تنزل حتى يأخذ الخطيب على المسرح. فينبغي أن يكون هناك شخص دائما على هذا المسرح ويتم تسليم على المسرح ليس خارجه. هذه النقطة أود أن أنبه إليها. بشكل عام اجتماع صار بشكل رائع وجميل، وأود في ختام الاجتماع قبل أن نطلع النتائج أن نعرف انطباعات الضيوف في هذا الاجتماع قبل أن نختم. فمعك بداية كان الاجتماع أفضل مما توقعت اليوم، وإن كنت لست ممن يستطيع تقييم الاجتماع كوني لازلت ضيفا، لكنني أعجبت بالفقرات وبالمقيمين وبكلمات الأعضاء، وكان لي النصيب أن ألقي كلمة ارتجالية، فكنت معجبا بالفقرات وبالفرصة التي طرحت. الله يحييك. الله يحييك. هذه الزيارة كم؟ الثانية. ما انطباعك من الزيارة الثانية؟ حقيقة سعيد جدا بتواجدي في اليوم هذا الجميل، وسعدت بالمشاركة والوقوف على المسرح. وأعجبتني فقرة اللي هو مفتوحة هذه المشاركة، بحيث أيضا الإنسان يعطي ما عنده ويجرب. ففي النهاية سعيد للإخوة المنظمين والمشاركين والرؤساء وكل من شارك، تحية مني لهم، يعطيكم ألف عافية. شكرا. تعرفنا على الأعضاء وعلى المسرح، وأود أن أشكر الأعضاء على هذه الاجتماع. اجتماع جميل جدا، اول زياره للمدرسه الواسطه، فكنت متصور يطلع اجمل من التصور اللي متصور على الشيء. الله عليك. كتاب عن معرض بهران، معرض بهران كان في ركل تعرفت عليه هنا. ما شاء الله، حياك الله. النادي زياره كم؟ انطباعك من الاجتماع؟ اولا بسم الله، اسمه سلطان الشمري، أول زيارة لي. تعرفت عن طريق الموقع، كان اجتماع جيد ومثمر إن شاء الله أستمر. حياك الله. اسمك هو، كيف تعرفت على النادي وكم الزيارة هذه لك؟ طبعا الاسم محمد السامة، أنا الزيارة الأولى. أنا تعرفت على النادي من خلال بعض الزملاء وكانوا يعلموني عن النادي، طبعا استمتعت بالمواضيع اللي ألقت في المعرض، ان شاء الله بستمر يعني في الهواء. حياك الله.
المشارك. اسمك واضح. وطبعاً أخوك عبد الله الدرويش. تعرفت على النادي من عن طريق جامعة الدمام. الزيارة الأولى. وإن شاء الله نكون أحد الأعضاء في المستقبل. إن شاء الله. وضعك على الاجتماع ولا؟ الاجتماع جيد. إن شاء الله نستمر. حياك الله. السلام عليكم. عبد العزيز العسوم. طبعا هذه الجهه الثالثه. جيت تقريبا قبل سنتين هنا مع طلاب جامعه الدمام. حميدنا جابنا هنا من عبد الرحمن الحريري. الانطباع يعني حلو الصراحه، يعني اتمنى ان اكون بعد فتره اكون واقف ان شاء الله. اكيد باذن الله. ونتعلم منكم ان شاء الله. الله يحييك. الله يحييك. أخوكم علي حسيني، تعرفت عن قسم مصر الطبيب الحساب الأسفل. الحقيقة هذه أول زيارة لي، يعني جيت قبل فترة مرة ودفعت، وهذه أول زيارة أعتبرها طيبة، مجتمع جيد، وتعتبر المجتمعات هذه نقلة للإنسان، ينقل تفكير صورة من جهة إلى جهة أخرى. الله يعطيك العافية. السلام عليكم جميعا، اخوكم احمد الخطابي. تعرفت على التست ماستر عن طريق الجامعة السعودية الإلكترونية. صراحة ان الاجتماع موفق وممتاز بشكل رائع. اللي اعجبني في الاجتماع صراحة ان الاريحية الموجودة من الاعضاء ومن المقيمين ومن كل الموجودين. فما اقول الا جزاكم الله خير. السلام عليكم. حج ويحان، هاي الزيارة الرابعة. بالنسبة للاجتماع أنا كهاي الزيارة عائلة مستمتع كل مرة عمالي باجي بستفيد من الشخصيات والتنوع الموجود في هاي الاجتماعات الموجودة. كل مرة عم تسمع خطبة جديدة، عم تأخذ فكرة جديدة، عمالي ممكن تنشرها زي قبل فترة مهندس فهمي عرفنا على نحن نحب القراءة، وإحنا بلاش نقوم بهاي الفكرة عندنا في حي العليا. الله يعطيك العافية. الشباب ما أخذ نصيبه هنا. اسمع عبد مهندس ميكانيكي حديث التخرج. هذه الزيارة الثانية. وصراحة أنا حبيت الجو الجميل، جو الألفة، وإن شاء الله الواحد يستفيد. وما قصرت، الله يجزاكم خير. وإن شاء الله نستفيد، الكل يستفيد من الثاني بإذن الله. أخوكم فارق الشمري، هذه أول زيارة لي. طبعاً أنا أول مرة صراحة سمعت بالتوست ماستر لما الأخ محمد القحطاني ما شاء الله أخذ جائزة التوست ماستر فيها في أمريكا. هذه كانت بداية يعني الدخول إليها. فكان في معرض ظهران قبل تقريباً 4 أشهر، لقيت الركن حقهم، سجلت معهم. وصراحة عجبني في المكان هذا ان عنوانكم كان الابتسامة، وابتسامة الاخ المقدم صراحة تحبب الشخص ان يرجع مرة ثانية يعني ويبادر. الله يعطيك العافية. واثراء معرفي جميل، وتقديم ما شاء الله في بعض الاشخاص عندهم شجاعة صراحة، وهذا اول حضور لي وان شاء الله استمر معكم. يعطيكم العافية. السلام عليكم. طبعا عرفت على التوست ماستر عن طريق طلاب معاهد جامعة البترول. بحثت عن الشيء هذا في الانترنت وسجلت، تواصلت مع الاخ ابو انس، الله ينصح، ابو فراس، ابو فراس. فشيء طبيعي وشيء كويس ما شاء الله، فوق المتصور. والله يعطيكم العافيه وان شاء الله نستمر. ان شاء الله. اخوكم عمر العلي، موظف رقم 9 من تعرفت على التسمات غرفة السعودية من الزميل الأستاذ عبد العزيز الشلالي، هو عضو معروف يعني في النادي. بس أنا ما أخفيكم، أنا حقيقة بداية التسمات كان في أرامكو، في أكثر من محل في مكان موقع في أرامكو للتسمات، وتحق فيها مبدئيا، ولكن لم أجد الجو اللي وجدته هنا بدون يعني مبالغة ومجاملة. يعني جو ألفة وجو أسري صراحة موجود، يشجع أي واحد يعني على الانطلاقة. احنا اتينا هنا ان شاء الله تعالى ان احنا نطلع الى الامام ان شاء الله، نصل ان شاء الله الى باذن الله طموحنا في الوظيفه، ونتقدم مراكز ان شاء الله متقدمه. وهذا ما يتاتى الا الانسان يكون لديه القدره على الخطابه
والوقوف امام الجمهور واشكركم. اخوكم نايف عبد الكريم، انا طالب الى الان لازلت في الثالثه ثانويه، تخرج السنه ان شاء الله. انا طريقه تعرفي على توست ماسترز كانت السنه الماضيه برحله مدرسيه، رحنا لنادي عكاظ، وبعدين اكتشفت اني ما اقدر اروح النادي بسبب انه في ارامكو، فقررت اجي للغرفه الشرقيه وهو فعلا افضل. انا اول مره جيت هنا كان في غرفه الاجتماعات، هذه افضل بكثير، جو ملموم، يكون زي ما قال اخونا في الفه و يعني بين التوست ماسترز. وهذه رابع او ثالث مره اجي، ورايي في الاجتماع كان لطيف وجميل، ولو ان الاسئله الارتجاليه اول سؤالين كانوا مخيفين شوي. الحمد لله يعني. احمد الشهري، ثاني زياره لي، وتميز الاجتماع وان شاء الله من تميز لتميز ان شاء الله. النتيجه بس خلينا نقول شو محتاج اقترح تمديد الاجتماع لمده 3 دقائق من المثلث، يعني المثلث تصويت الاعضاء المواقفين خلاص. اذا نصل الى نهايه البرنامج باعلان الفائزين، بحكم ان عندنا 3 دقائق نتبحبح، عندنا الخطباء المقيمين والارتجاليين. نبدأ بمن؟ الخطباء. الخطباء اللي صوت الخطباء رفع. أكيد. خلاص. جميل. إذا ما شاء الله اتفضل خطيبنا. التسمسر أمين أحمد. مبروك. لو تقدر. عشان كانت الفيديو كان قرب ال 15 عطلت ايش تمام ابتسام. المقيمين، ولعل النصيب لمقيمه يستاهل. التسمسر ماجد القحطاني. الخطباء في الخطبة الارتجالية، والنصيب للتسمستر أو الضيف، يعني الحين تشوف خربتها للتسمستر النعمان الفاروقي. نرحب بالجميع جدا، اكثر من 16 زائر لهذا الاجتماع، يعني فخورين جدا بكل من زارنا، ونرحب بان تكونوا ضيوفا لنا. والسلام عليكم. السلام. تفضل يا شباب.